نلتقي مع حضراتكم اليوم في مدينة دبي، المدينة التي تستعد بأجواء رائعة لهذه المباراة، بتخلينا متشوقين جدا لانطلاقتها. إذا يبدأ الشوط الأول. من جديد مع أحداث هذه المباراة. هجمة منظمة من أجل التعادل. ٣٠ ثانية على نهاية الشوط الأول. نعود مجددا الى المباراة. تبادل الكرة بحثا عن ثغرة. جول في المرمى. تصبح النتيجة 3-1.
النتيجة لأندي بناس. تركيز كبير في بناء الهجمة. من جديد مع أهداف هذه المباراة. تبادل الكرات في محاولة لتسجيل هدف التقدم. النتيجة الحالية 4-3. يبحثون الأطفال من أجل التعديل. ستين ثانية على النهاية. ثلاثين ثانية لتعديل الكفة. تلاقي جيد للكرات في محاولة لحسم الهجوم. مساهمة للدخلة. عشرة، تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. امسك المباراة. حان وقت الفهم. فهي الفائز مقبول. ونحيي كل الجماهير الحاضرة في الملعب. وتحية